إيه لك انت اول مره غدخل القناه ديالنا، ما تنساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو باش دائما توصل بجديد الوصفات. السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات شاف نور دي كوكينغ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه تحضير ديال ملويه كبيره في الفران، كتجي من ألد ما ياكل، يعني كتجي مقرمشه وليده بزاف، درناها بالخليع. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وكما العاده اخوتي، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش لينا بواحد جيم الفيديو، اشتركوا في القناه بكثره باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، شاركوا الوصفة مع الأصدقاء ديالكم. دابا غادي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي يحتاجوا على بركة الله 200 غرام ديال الدقيق الفينو أو الدقيق القمح الأصفر، غادي يحتاجوا 400 غرام من الدقيق الأبيض الممتاز، غادي يحتاجوا كذلك الملحة، غادي يحتاجوا كذلك كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، وعندي هنايا الماء دافي باش غادي نعجنو عفوا. دابا بركة الله غادي نبداو طريقة التحضير. غادي نديرو الدقيق الابيض، غادي نزيدو عليه الدقيق الفينو بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نزيدو الملحه، وغادي نزيدو خميره حمراء ولا خميره الحلويات 7 غرام والماء، وغادي نعجنوا العجينه ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للناس ما يديروش الخميره ديال العجينه، لان الا داروا خميره العجينه غتجيهم بحال الخبز وما غاديش تجيهم مقرمشه، لذلك احترموا خوتي المقادير. غادي نخليوها ترتاح. دابا بركه الله غادي ندوزو نحضروا الحشوه. غنحتاجو بالنسبه للتوابل الملحه، البزار او الفلفل الاسود، الكركم والتحميره، شويه ديال الفلفل الخضراء، شويه ديال البصله، عندي هنا الخليع السوق اللي حضرته معكم، خليكم رابط ديالو في الخانه ديال الوصف، فلفله حمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء، خضره كيبقاو على حساب الاختيار، ولكن من الاحسن ديروا غير الفلفله والبصله، كيجيو رائعين في هذه الوصفه هذه. هنا درت شويه ديال الزيت النباتيه في المقله، زدت البصله زدت الفلفله بالوان، وغادي نشحرها بهذا الشكل هذا حتى كطيح. من بعد غادي نزيد شويه ديال التحميره بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نزيد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، وغادي نحرك تطيح ليا هاد الخضره ديالتي وطيب مزيان. هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها بعد ما كطيب كتدي معنا واحد 7 دقائق، المهم تطيب عاد كنحيدوها من فوق النار. كنجيبو داك الخليع ديالنا هو الشحمه ديالو، يعني كناخدوه مع الشحمه ديالو، اللي ما كيبغيش يستعمل الشحمه يستعمل معاه الزيت النباتيه، كندوبوه فوق النار انتما كما كتشوفوا. دابا بركه الله غادي نبداو الطريقه التحضير. بعد ما كترتاح العجينه ديالنا كنجيبوها بهذا الشكل هذا انتما كما كتشوفوا، وكنطلقوها على سطح العمل دائما مع كنديروا شويه ديال الزيت باش كتطلق لنا العجينه، كنطلقوها كامله، يعني كتجينا راه كتجينا كبيره. كناخدو ديك الشحمه اللي كتكون في الخليع بهذا الشكل هذا، وكندهنوا بها نتوما كما كتشوفوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا مزيان حتى كتدهن. كما قلت لكم الناس اللي ما بغوش يستعملوا الشحمه يمكن لهم يستعملوا زيت الزيتون او زيت نباتيه، من الاحسن زيت نباتي لان زيت الزيتون كيكون شويه مجهد، يعني كيكون المذاق ديالو شويه طاغي على سميتو، احسن تستعملوا زيت نباتيه او الزبده مذوبه. حتى الشحمه راه كتجي زوينه. غادي ندير ديك الخضر ديالي، ديك البصله وديك الفلفله الالوان اللي شحرت مع شويه ديال التوابل هانتوما كما كتشوفوا. فبالنسبه وغادي ندير داك الخليع. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الخليع يمكن لهم يديروا الطون، اولا يمكن لهم يكتفيوا غير بالفلفله والبصله، راه كتجي فعلا لذيذه من ألد ما يكون. هانتوما كما كتشوفوا انا وزعت الخليع ديالي، اللي بغى يدير شويه ديال الكفته غير شويه ما تكثروش، غير شويه اولا الزيتون مقطع داكشي، اولا صدر الدجاج مقطع داكشي كيبقى على حسب الاختيار. كنبقاو نلفوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا على شكل رولي بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. فراه الطريقه ساهله وسريعه وما معقداش، وكتعطينا نتيجه رائعه بحول الله. هنا كنجيبو داك الرولي ديالنا بهذا الشكل هذا، وكندورو على شكل حلزوني بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. كنخليوه يرتاح لمده 5 دقائق. كنجيبو واحد الطاوه كندهنوها بالزيت، كنحطو فيها داك الرولي اللي دورنا على شكل محنشه بهذا الشكل هذا، وكنطلقوه بهذا الشكل هذا فوق الطاوه نتوما كما كتشوفوا. من بعد كنجيبو شويه ديال الزبده مذوبه ولا شويه ديال الشحمه ديال الخليع، وكندهنوه من الفوق. انا هنا درت الزبده مذوبه كندهنها من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي على بركه الله كندخلها للفران لمده 45 دقيقه حتى كطيب مزيان من التحت، كتحمر وكنطلعوها تحمر من الفوق، كتاخذ اللون احمر زوين، كتجي مقرمشه ولذيذه. عاد كنخرجوها من الفران.
هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي بعد ما كنخرجوها من الفران كتجي مقرمشة. هانتوما كما كتشوفوا راه كتسمعوا التقرمشة، يعني ما كتجيش عجينة ولا شي حاجة، كتجي مقرمشة يعني ولذيذة بزاف. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. غادي نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. راه فعلا كتجي مقرمشة، ما كتجيش يعني كيجيو الوراق مفرزين، يعني صراحة ممتعة في الماكلة ديالها. يعني داك التقرمشة مع شي كاس ديال اتاي بالنعناع كتجي فعلا رائعة. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. انتم كما كتشوفوا الوراق كي كتجي، يعني راه كتجي كلها مورقة، ما كتجيش يعني عجينة من الداخل او لا شي حاجة. انتم كما كتشوفوا راه كتجي فعلا رائعة بزاف. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها خوتي. كما قلت لكم للناس اللي ما عندهمش الخليه يمكن لهم يستعملوا شويه ديال الكفته ما يكثروش، اولا شويه ديال الطون اولا بلاش كاع، يكتفيوها بالخضر. كتجي فعلا رائعه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها اخوتي. وكما العاده اخوتي الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي تخليهم لكم في الخانه ديال الوصف. كنتمنى لكم امسيه سعيده. الى حلقه مقبله بحول الله، وما تنساوش تخليوا لي كذلك التعليقات ديالكم. الى حلقه مقبله بحول الله.